الاعجاز ان ده دي الحنفيه اللي انا بحاول اقفلها او امنع منها. الكميات اللي بتتصرف طبعا بيتم مكافحتها على اكثر من نحو، يا اما مكافحه تهريبها عبر بين المحافظات، وبعدين اذا تسربت الى ايدي البؤر او المتاجرين بيتم بقى شن حملات على المتاجرين بهذا النوع والبؤر النشطه في الاتجار، وده بتحتاج طبعا لقوات امن مركزي ومديريات الامن وبتبقى الحملات التنسيق داخلي مع تمام انما على الحدود وداخل المواني بيبقى التنسيق يا اما مع القوات المسلحه يا اما مع سلطات الجمارك وامن المواني المختصه بالمنافس. يا فندم هل في مخدرات بتتزرع وموجوده عندنا في مصر؟ مفيش تصنيف، انما في زراعه موجودة طبعا خاصة في شبه جزيرة سيناء، زراعة القنب وزراعة الخشخاش. طبعا خلال السنوات الثورة في سيطرة كاملة أو شبه كاملة من القوات المسلحة والشرطة على مجرى قناة السويس لمكافحة تهريب المخدرات من ضمن طبعا أهدافها. زراعات محدودة جدا حاليا لأن ما فيش إقبال أصلا، ما فيش إمكانية لتهريبها إلى داخل البلاد، فهي زراعات في كمياتها محدودة وإن شاء الله في المستقبل. هل بتصدر يا فندم من الخارج وتخرج برا البلد؟ ما فيش تصدير لأن هو الزراعات عبارة عن النبات البانجو، وده كله استهلاك 99% من استهلاك محلي، وهو طبعا يعني في مشكلة في تهريبه دلوقتي عشان قناة السويس والتواجد الأمني المكثف الموجود عليها من قبل الجيش والشرطة. بعض مراكز الصيد كده بتحاول تهريبه عن طريق الاتجاه الجنوبي في البحر الأحمر، وبتتم على طول بمعرفة القوات البحرية وحال صعود ضبط كميات طبعا الضخمة منه في البحر الأحمر. تمام يا فندم، هل في إحصائية